السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. نتمنى تكونوا كامل بخير وهذا الفيديو يتلقاكم بالصحة ولهنا إن شاء الله. كما قريتوا في العنوان اليوم راح يكون مخصص 100% للأكل التركي. كما جربنا الخطرة اللي فاتت الأكل الهندي قلت علاش لا، هذا الخطرة ما نجربوش الأكل التركي من الصباح حتى العشية، يعني لو بتي داج حتى لو ديني. كما قلت لكم رايحين نروح لبلايص مختلفين كيما دي كافيتيريا دي فاست فود دي ريستورون تاع لي تورك، ونحاولوا نغوتيو شويه شويه من الاكلات المختلفه تاعهم. هنايا نط جوهي 9 تاع الصباح، وكيما راكم تشوفوا اول حاجه درتها وجدت لو بتي داج تاعي، وكنت او ميم طون ندير لو مونتاج لواحد لا فيديو راح نحطها سوا ماشين يوتيوب. راكم تشوفوا خرجت من الدار لازم نجوز على لا بنك، هي الاولى عندي ان بروبليم في لا كارت بنكير تاعي، مره تمشي لي ومره ما تمشيش، ميم لو بين نسيت ولازم يبعثوا لي واحد اخر، دونك لازم نفري هذا البروبليم اليوم باش اوموا نقدر نوتيليزيها برا. دائما لازم يكون معايا كاش، دي فوا ما تمشي ليش دونك مانيش حابه اشاك فوا نرفد معايا الكاش. الحمد لله فريتها مع لا بونك، دونك هذه اول كافيتيريا تورك اللي ندخلوا ليها. هذه دير تركيش بريكفاست، كاين دي ساندويتش دي طارت دي جو دي بانكيك دي كرواسون، كاين بقلاوه تركيه الكنافه التركيه، كاين
بزاف حاجات كما راكم تشوفوا، بزاف حاجات يشهوا. دونك ما راحش نكثر بزاف، راح ندي حاجة خفيفة برك باسكو راح ناكل الفطور. جبت هنا كرواسون فرماج وجبت معاه جو تاع القارص، بصح راني نشم فيه ريحة القرفة. دابيتود ما نحبش ريحة القرفة، مي هذا عجبني بزاف. دوكا جيت لواحد فاست فود يدير سبيساليتي شاورما، كليت عنده خطرة عجبتني بزاف، قلت نعاود نولي عنده. يا بليز جيت ندي شوية حلويات تركية غسلة كما راكم تشوفوا كاين بزاف. دونك حبت واش ندي، ندي حاجة زوج حبات تلت حبات ما باسكو ما ناكلهمش بزاف. كما راكم تشوفوا دوكا خرجنا في 4 نروحو نتعشاو في واحد الغيستورون يقولوا له اسطنبول، وهو مطعم تركي يدير بزاف لي غريات، وما كانش لي ما يحبوش وما كانش لي ما يحبش ياكل تما. احنا كامل لا فامي تاعنا كامل نحبو ناكلو تما. دونك نخليكم تشوفوا. قبل ما نكملوا هاد لا فيديو حبيت نشارك معكم مقتطفات من واحد الريستوران تورك اللي رحنا له، عنده بزاف في لندن، وحبيت نشارك معكم الراي تاعي بكل صراحه فيما يخص الاكل التركي. فرانشمون انا نعتبره لو ميور كامل اللي كليته، وماكلتهم بزاف بنينه، والحاجه اللي تعجبني فيهم متمسكين بزاف بالتقاليد تاعهم، كسا سوا في لا ديكوراسيون ولا في لا بريزونطاسيون. ودونك اذا خيرتوني بين الاكل التركي والاكل الهندي اللي رحت له ديجا، اكيد راح نخير الاكل التركي.